خلونا ناخد معانا على التليفون المهندس أيمن إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للتدريب. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إيه الأحوال؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة عليك إن شاء الله وعلينا جميعا. يا رب علينا وعلى المصريين جميعا إن شاء الله، وتكون حياة كريمة للمصريين بإذن الله. يا رب يخليك يا باشمهندس أيمن. باشمهندس أيمن، باعتبار حضرتك رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني في وزارة القوى العاملة، وإحنا بنتكلم على المبادرة بتاعة حياة كريمة وإزاي بتشتغل مع حضراتكم على الوحدات المتنقلة، عايزين نعرف أكتر على هندرب الناس إزاي وننتقيهم إزاي وبنأهلهم إلى سوق العمل في أي من الفرص. حضرتك طبعا فكرة العربيات المتنقلة بدأت سنة 2019 في نهايتها، ان احنا ازاي نوصل للمتدربين في القرى المصرية. القرى طبعا كانت اكثر احتياجا، وكان الهدف منها ان احنا ازاي نسيطر على البطالة اللي موجودة داخل مصر، وان احنا لقينا النسبة الكبيرة من البطالة موجودة في القرى الاكثر احتياجا، او اللي هي القرى الحياة كريمة. فبدأنا نفكر ازاي نتعامل مع الموقف، هل المهن المطلوبة ايه هي المطلوبة للقرى دي، بحيث ان احنا نطلع منها باكبر عدد من المستفيدين من المتدربين. حضرتك تدريب يعني فرصة شغل او فرصة عمل، يعني النهاردة انت لما بتدي له دورة تدريبية في مجال معين على مهنة معينة، يعني كده انت بتدي له شهادة انه يشتغل بيها بدل ما هو قاعد يتفرج ومش ملاقي فرصة عمل. فكرنا في عربيات المتنقلة ان احنا نشتغل على المهن الخاصة بالسيدات او الفتيات، هي مهنة التبصيل والخياطة، ودي عليها اقبال كبير حضرتك في القرى، لان انت عارف مراكز التدريب او اماكن التدريب الخاصة بالوزارة او حتى بالقطاع الخاص بره او الحكومة كلهم في المدن وليست في القرى، فطبعا كلهم صعب انهم يتحركوا من الاماكن بتاعتهم او القرى بتاعتهم الى المراكز، وده بيسبب طبعا بالنسبه لهم مشكله في الانتقالات طبعا والتحرك من القرى بتاعتها. ففكرنا احنا ننقل نفسينا او المتدرب او العربيه المتنقله هي اللي تروح للناس بالمدربين بتوعها بالمناهج بتاعتها بالمعدات بتاعتها، وبنبدا ندرب الناس على المهن. واخترنا ثلاث مهن سريعه كده، هي مهنه تصوير الخياطه لمده 150 ساعه الدوره التدريبيه، ومهنه السباكه، ومهنه الكهرباء لمده 60 ساعه و60 ساعه. على فكرة معظم الناس اللي شغالة في حياة كريمة من الشباب هم اللي شغالين في المباني اللي موجودة في حياة كريمة بخصوص اللي هو الكهرباء والسباكة. طيب. معظم الفتيات عملوا مشروعات خاصة بيهم، قدروا انهم يعملوا مثلا ياخدوا مكنة خياطة ويشتغلوا عليها على الأقل، اللي هي لو مثلا بتكفي حالها نفسها مثلا او تعمل لبيتها أولادها او تنتقل الى السوق المحليه الموجوده. انت عارف النهارده الغزل والنسيج او التفصيل والخياطه ده مطلوب نسبه كبيره جدا على مستوى الدوله وعلى مستوى المحافظات. احنا بنتوفر ليهم فرص عمل موجوده في المصانع والشركات، اللي بيستطيع انه ينتقل للمصانع والشركات احنا بنوفر له فرصه عمل وفرصه عمل محترمه كده. عظيم جدا، عظيم جدا. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر للمهندس ايمن اسماعيل رئيس الاداره المركزيه للتدريب المهني بوزاره القوى العامله.